وي غنيها لك زعزع خاطري نص الليل. هذه غنية ديالك ولا تاع مامي؟ لا هذه الغنية تاعي. غنية تاعك متأكد؟ هذه تاعي أنا يا ورفعنا دعوة. يسمى أنت مامي تاني سرق لك الغنية تاع زعزع خاطري في نص الليل؟ غنية زعزع خاطري في نص الليل تاعي. ودخلت معاه في الشروعات؟ ولا ما دخلتش مع مامي في الشروعات، لكن ندخل ما ندخلش مع الشخص اللي غنى، لأن ما كانش إنسان كيغني حاجة يعاقبوه، ما كانش زعما الفنان يتعاقب عليه لأن ديت له غنية. أنا نعاقب. وراك متأكد باللي الغنية ديالك؟ الغنية تاعي وسجلتها بكري في التسعينات، في التسعينات. أطلقها. 89. تزعزع خاطري نص الليل ورحت نشوف الليبيا، أسيادي كيفاش تميل حلقت قلبي وعينيا. إيه سمحت لقدام حلت الباب، حلت الباب عليا. سمعت لقدام حلت الباب وعدريني جابني الغرام، يا عدريني يا جابني الغرام. أتزعزع خاطري نص الليل ورحت نشوف الليبيا، سيدي كيفاش تميل سحرت عقلي وعيني، سحرت عقلي وعيني. فوالا هذه الغنية، هذه الغنية قصة حقيقية وغنيتها حقيقية، وعاود غناها مامي ونجح بها مامي وما عندي حتى مشكل، بصح حبيت نبين باللي صاحب الأغنية هي تاعي.